يقول السائل: بعض أصحاب الأعمال يحدد الدوام للعمل من الساعة 8 إلى 3 صباحا، أي 7 ساعات، ولذلك لا يستطيع العاملين صلاة التراويح وإنما العشاء فقط، ما الحكم في ذلك حتى يتمكنوا من صلاة التراويح؟ صلاة التراويح ليست واجبة عليهم، فلو لم يصلوها لا شيء عليهم، لكن إذا أرادوا عندهم رغبة في الخير يصلون بعد ما ينتهي العمل، يصلون ما تيسر بعد نهاية العمل أو من آخر الليل. نعم.